مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الجزائر العاصمه الدكتور احمد العظيمي استاذ العلوم السياسيه. اهلا بكم دكتور احمد. بدايه، هناك من يرى ان الرئيس بوتفليقه ما كان ليقدم على خطوه الاستقاله الا وهو يضع مفخخه تفجر الحراك وتبقي على نظامه، الى اي مدى ترى صحه هذا الراي؟ واولا ان الرئيس بوتفليقه كان فخخ كل الدوله الجزائريه، ففي خلال 20 سنه اقام نظاما من الولاءات من الزبائنيات التي ولاءها كله للرئيس، كما انه افرغ كل مؤسسات الدوله الجزائريه من مهامها وتولى كل الصلاحيات. الدستور الاخير منحه كل الصلاحيات، واصبحت كل مؤسسات الدوله شاغره، وبقت اخر مؤسسه لم يتمكن من تدميرها هي المؤسسه العسكريه الوحيده التي بقت قائمه ومنظمه ومنضبطه في الجزائر. خارج هذه المؤسسه لا وجود لاي مؤسسه، لا الحكومه حكومه ولا البرلمان برلمان ولا مجلس دستوري مجلس دستوري. وبالتالي بهذه الهبه الشعبيه وهذه الثوره الديمقراطيه ضد هذا الحاكم فرضت عليه ان يستقيل، وباستقالته الآن نحن حققنا نصر، أو أن هذه الثورة الديمقراطية حققت جزء من النصر بذهاب الرئيس، لكن لا زال أمامها الكثير مما تقوم به. واحدة من هذه التحديات أستاذ أحمد، هي الدكتور أحمد عفوا، هي موضوع استقامة خطاب الجيش وانحيازه للشعب ولمطالبه. هل تعتقدون أن هناك فرصة لهذا الشيء أن يتحقق قريبا؟ يجب أن أسجل هنا أن يوجد اختلاف كبير بين المثل المصري وما يحدث في الجزائر. ما يحدث في الجزائر اليوم أنه ليس لدينا جيش، الجيش الجزائري يختلف تماما عن الجيش المصري. الجيش الجزائري هو جيش شعبي وجيش خرج من صلب الثورة التحريرية واستمر لحد الآن، ونتيجة للوعي الشعبي المتوفر الآن لا يمكن لأي واحد في القيادة العسكرية أن يفكر بالاستيلاء على السلطة. لذلك نجد الجيش يكرر في كل مرة وفي كل بياناته وخطب رئيس أركان الجيش دائما يذكرون بأن الجيش يتمسك بمهامه الدستورية. مهامه الدستورية معناها مهام الدفاع عن الوطن وحمايته، كما يتمسك بالمادة 102 والمادة 7 والمادة 8. المادة 7 من الدستور تقول أن السيادة للشعب، مما يعني أنه يمكن إدخال بعض التغييرات على أساس أن هناك وضع خاص يتطلب إجراءات خاصة. هذه الإجراءات الخاصة تتعلق بمن سيتولى بدءا من يوم غد ومن يوم السبت، من سيتولى تسيير هذه المرحلة الانتقالية. الشعب كله يرفض نظام بوتفليقة ورجال بوتفليقة. والمفروض أن يتولى رئيس مجلس الأمة هذا المرفوض شعبيا، المفروض أنه هو من يتولى، لكن الشعب يطالب باتخاذ إجراءات أخرى برفض هذه الشخصية والبحث عن شخصية توافقية من خارج السيستم، من خارج النظام، لتولي قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، على أن لا يتدخل الجيش في السياسة، وعلى أن يبقى الجيش في الدور المرافق للإصلاحات التي ستكون فيما بعد. إذا كان الجيش قد وصف قرار بوتفليقة الذي أقال فيه رئيس الأركان أنه صادر عن جهات غير دستورية، لماذا لا يستخدم هذا السلاح أمام الاستقالة ويجبر الرئيس على إقالة الوزارة قبل الاستقالة وينهي الأزمة؟ ولم أن يجب أن نعرف، هنا في الجزائر كلنا كنا على علم وكنا نعرف بأن الرئيس غائب منذ 7 سنوات، الرئيس مريض ولا يمارس أي مهام منذ 7 سنوات، ونحن سبق لنا كمعارضين لهذا النظام، سبق لنا تكلمنا عن قوى غير دستورية استولت على مركز القرار وأصبحت تسير الدولة الجزائرية لما يخدم مصالحها. ووصل الأمر إلى ما وصل إليه الآن. لكن اليوم رئاسة الجمهورية كانت عينت حكومة مرفوضة، هذا رئيس الوزراء الذي عينه بوتفليقة على رأس هذه الحكومة كان وزير الداخلية، وفي زمنه قمعت المظاهرات وقمعت الأصوات الحرة ووضع الكثير من المدونين في السجن والكثير من السياسيين في السجن
وفي زمنه منعت الكثير من احزاب المعارضه المعتمده والشرعيه، منعت من النشاط، تزورت الانتخابات، لذلك هذه الحكومه مرفوضه وكل الوزراء مرفوضين. نحن امام فراغ رهيب في الدوله الجزائريه، ولهذا نعتقد انه من الافضل ان نذهب نحو اختيار شخصيه او مجلس رئاسي مؤقت يسير امور الدوله لثلاثه اشهر حتى نجري انتخابات رئاسيه بهيئه مستقله تماما عن السلطه، مستقله عن الجيش، مستقله عن الاداره، تشرف على الانتخابات وننظم انتخابات نظيفه ونزيهه. دكتور احمد اذا سمحت لي، عندما نتحدث عن الماده 104 وتحركات الجيش تضعنا امام سؤال جوهري في توصيف الحراك، كيف يرى الشارع الجزائري حراكه؟ هل هي مطالبات تنتهي بقرارات مسكنة إذا صح التعبير؟ أم هي ثورة تسقط معها المادة 104 وكل المواد التي تحمي النظام؟ هو أكثر من حراك. ما يجري اليوم في الجزائر هي ثورة ديمقراطية، ثورة من أجل تغيير شامل. كل الناس اليوم أكثر من 20 مليون يشاركون كل جمعة في المسيرات عبر كل الجزائر، وكل الناس يطالبون بتغيير شامل للنظام وبأن كل رجال النظام يجب أن يغادروا. هذه الثورة الديمقراطية استطاعت أن تفرض نفسها في المعادلة وفي توازن القوى على أساس أن تصبح هي القوة الوحيدة الموجودة اليوم في الجزائر. استطاعت ان تفعل ذلك لانها اخذت من يد السلطه اهم ما تملكه هذه السلطه، واهم ما تملكه السلطه هو القمع. هذه المظاهرات خرجت بسلميه وحضاريه، فرضت على السلطه، فرضت عليها ان لا تستعمل القمع، وبالتالي اضعفت السلطه واسقطت الرئيس وستسقط الحكومه وستسقط كل رجال النظام. وبالتالي اليوم المطلب ليس فقط رحيل الرئيس، ليس فقط رحيل بعض الرموز والإبقاء على النظام، بل المطلب الشعبي اليوم هو تغيير شامل للذهاب نحو انتقال ديمقراطي حقيقي. هذا ما يطالب به الشارع وهذا ما يطالب به الشعب، ويتكلمون اليوم عبر المواقع الاجتماعية عن أكبر مظاهرات تعرفها الجزائر يوم الجمعة المقبل من أجل فرض هذا الاختيار. وضحت الفكرة دكتور أحمد العظيمي، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الجزائر.